كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم نقدم لكم كيكة ديال الليمون. المهم هذا اول فيديو ليا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم عند نوريكم المقادير شنو كاين. عندنا 4 البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت معمرش، كاس ديال الليمون، ليمونه وحده محكوكه، 3 ديال الخمارات حمرين، اللي ما عنده بالعبار يدير 3 المعالق. غنزينوهم طحين حسب الخليط، غنزينوهم شويه ديال العسل الحر وفيرميسي. يلا شوفوا معايا طريقه التحضير شنو فيها. كيف ما كتشوفوا من هنا، ندير دابا 4 البيضات، كيف ما كتشوفوا معنا دابا درنا 4 البيضات، غادي نزيدو عليهم كاس ديال السكر وغادي نطحنوهم حتى نطحنوهم ونزيدو عليهم كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت مهم، نبقاو نديرو المقادير ونطحنو، نديرو كاس ديال الزيت ونطحنو، نديرو كاس ديال الليمون، نديرو قشر ديال الليمون. ايوا نتوما معايا تكملوا معايا الفيديو. كما كتشوفوا معايا هنايا طحنت البيض والسكر، غنزيد عليه كاس معمرش ديال الزيت ونعاود نطحن ثاني المقادير ونزيد عليهم ثاني كاس ديال الليمون ونقشر ونطحن، ومن بعد غنكمل غير بيد ديالي. يلاه هانتوما شوفوا معايا الطريقه كيفاش. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا البنات، كبيت كاس ديال الليمون هنا وزدت عليه قشور ديال الليمونه. انا غادي نطحنهم وكملوا معايا المقادير وطريقه التحضير. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا البنات، دابا غادي نكمل غير بالخلاط اليدوي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا البنات، كبيت لك المقادير، دابا غنكمل غير بالخلاط اليدوي. غادي ندير دقيق حسب الخليط، هانتوما معايا تشوفوا، وضروري الطحين يكون مغربل والخمارات تاهما نعاودوهم بالتغربيل ضروري. يلا حنا كنخلطو عيننا ميزاننا نشوفو شنو هو. كما كتشوفوا معايا انت كنقرب نسالي عاد كندير الخمارات ديالي، يكونوا ضروري مغربلين هما والطحين. نكملوا بالنسبه للفران، غنديروا على 180 درجه. بالنسبه لي انا عندي الفران ديال الطو، غادي نديروا على 180 درجه حتى على حساب مشات الهضره شحال، واحد نص ساعه تقريبا، نص ساعه فحال انا قلتها دابا. حبسي كيف ما قلت لكم البنات، غادي ندير الفران ديالي على 180 درجه. بالنسبه لي انا عندي الفران ديال الطو، غادي نديرو على 180 درجه واحد نص ساعه فحال هكاك، وغادي نحل على الكيكه ديالي نشوفها واش طابت لك. باقي خاصها شويه، غادي نزيدها شويه صافي. وهانتوما معايا باش نكمل لكم. بالنسبه للخليط غادي نخليه فحال هكا، هانتوما ما ثقيل ما خفيف. انا راه ما قداتنيش زلافه، وزدت واحد نص زلافه، كوني زلافه ونص ديزت ليا ديال الطحين. انا ملي كدير ليا الكيكه ديالي رقم 8 صافي كنعرفها بلي راه صافي، هذا هو القوام ديالها. يلا هانتوما معايا، هانتوما البنات، انا المول ديالي دهنته بشويه ديال الزيت ورشيته بشي شويه ديال الطحين. هو الصراحه المول ما كيلصقش، غير باش ما احتياط واجب وصافي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا البنات، انا كنخشي كيكه في الفران يكون بارد، ما كنديرهاش انا منها العافيه، كنديرها ضروري، كنديرها نعلي على العافيه شي شويه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا درت على 180، درتها من التحت ماشي من الفوق صافي. هانتوما معايا، نعاود نوريكم الشكل النهائي ديالها.
ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا البنات، هي الكيكه ديالي طابت دابا، خليتها بردات شويه ودابا غادي نزينوها ان شاء الله بشويه ديال العسل الحر، وغادي نديروا ليها شويه ديال الفيرميسين. هي الصراحه تزين كديري اللي عندك، ما ماشي مشكل، اللي عندك كتزيني به، عندك كونفيتير كديريه، عندك شكلاط، اللي عندك كديريه. هي من الاحسن هذه كتبغي شي شويه العسل، انا ما عنديش الكوك، هي كتجيب الكوك احسن، العسل الكوك كتجي احسن حاجه، ولا الكونفيتير ديال المهم اللي عندك ديريه. ما نقولش لكم انا ديرو داكشي. هانتوما البنات دابا درناها بشويه ديال العسل، غادي ندردرو عليها شي شويه ديال الفيرميسين، وغنقطعها قدامكم تشوفوها كيفاش جات من الداخل. هي الصراحه كتجي زوينه وكتوجد داغي، ما كتعطلش. هانتوما البنات دابا غنقطعها، تشوفوها معايا كيفاش دايره من الوسط. الصراحه كتجي هشيشه، كتجي زوينه هاد الكيكه هادي. هانتوما البنات راه باقا سخونه، كتجي زوينه بزاف الصراحه. هانتوما كيفاش كتجي عاليه، كيجي السمك ديالها زوين، حتى المذاق ديالها الصراحه كيجي زوين، كتجي محمره مع الليمون. ايوا نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ديروا ليا ابوني ولايك، وشكرا ليكم بزاف. هاكي بلاتي بلاتي بلاتي.